السلام عليكم اعزائي في كل مكان، اهلا بيكم. حلقه جديده والزرع وسنين. النهارده هنتكلم عن نبات جميل جدا، هو نبات القطيفه. ليه منه الوان كتيره جدا، منها الموف الجميل ده، وفي الابيض وفي الاحمر وفي الاصفر او الاورنج، بس ده مش هتلاقيه قوي. ليه ريحه لايت كده، ريحه رقيقه جدا كده جميله، وهو نبات حولي. تعالوا نشوف نعمل معاه محاوله التكاثر بالعقله. انا لقيت عند جاري زارع منه كتير، فاستاذنته كالعاده ان انا اخد منه عقل، وطبعا وافق كتر خيره. فخدت منه شويه عقل، حطيتها في ميه بس عشان كنت راجع امبارح تعبان، فقلت ايه ابتدي اشتغل منها لما اصحى. خدتها، ادي عقله. نعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها نشيل كل الازهار، بس ما اشيلش الزهره بس، انا اشيل الزهره بالعنق بتاعها، يعني القصة دي كلها تتشال اهو من هنا كده ومن هنا، حتى الجديد، حتى الجديد. الكومة النامية كلها هتلاقيها ازهار، شيل كل الازهار اللي فيها. تمام، ادي عنق زهرة وقعت مش عايزه. طيب الورق نشيله برضو. الحاجات دي كلها يا جماعة انا بستخدمها في الكمبوست اهو، انا مجمع كل الحاجات لان ده بيدينا خامة كده اشبه بالبيتموس. انا بقول اشبه بيه مش هو، يعني اشبه بيه، او وبتبقى مغذيه طبعا لان هي ناتجه عن تحلل اوراق الشجر، فبنسميه كومبوست نباتي بقى، نسميه اللي نسميه ما يهمناش دلوقتي المسمى بتاعه. المهم ان انت تخف الحمل بتاع النتح ده على قد ما تقدر، والافرع الجانبيه دي تشيلها مش عايزينها برضو. انا هسيب ده مجازا، لكن هو المفروض ده يتقص، مش عايزين النبات يبقى متوزع حمله على 50 حاجه، هي حاجه واحده اللي هو يكون جذور. هشيل القمة النامية كالعادة. وممكن نعمل حاجة تانية، ان احنا نقلبها عقلتين من هنا كده. اتعودنا ان القص يكون تحت العين او العقلة بسنتي. طيب ممكن دي اخليها في المية اهي، حطيتها في المية عشان تجدر في المية. ودي كالعادة ان احنا نجيب الالوفيرا بتاعنا الجميل و ندخلها كده في الالوفيرا، تاخد شويه الوفيرا حلو اهو، 100 100. ونيجي لكوبايه التشتيل ونحطها كده، نحطها كده ونردم عليها. العقله قد ايه؟ من 10 ل 15 ل 20 سنتي، يفضل من 15 ل 20 سنتي على طول، اللي هي قد الشبر يعني، ريه مشبعه للتربه. هتلاقي الراية باينة هنا. نكمل كل العقل بالطريقة دي ونرجع لكم. وكده احنا خلصنا. كالعادة هنقول نفس الكلام، ما تاخدش شمس، ما تاخدش رطوبة، ما تترويش تاني. نقعد نرش بالبخاخ سطح التربة كل يوم او كل يومين حسب جفاف سطح التربة، ملهاش معدل وملهاش مقياس وملهاش مدة معينة. كل يوم او يومين بنرش سطح التربة، ما بنسمدش خالص، ما بتشوفش شمس خالص لمدة 3 أسابيع، وبعد كده هنشوف هيحصل لها ايه. يلا بينا. وبعد 3 أو 4 أيام تعالوا نشوف عقل البتونية عملت ايه. ما رشتهاش ولا مرة، الورق زي ما هو، حتى وإن كان طبعا أكيد لسه ما فيش جذور. ممكن تلاقي ورقتين تلاتة من تحت ابتدوا يتبلوا، ده مش علامة على أي حاجة، ده عادي خالص أهو، 100 100. الطينة لسه مبلولة، فلو رويت دلوقتي كل العقل دي هتعفن وتموت. لكن اللي أنا أقدر أعمله علشان الطينة كده، لو حطيتها تاني في الحضانة هتكتم بقى، فاحنا ممكن نخربش بس سطح الطينة كده أو سطح التربة. طبعا التربة دي مش طين، انا يعني مجازا كده بقول على التربة طين، لكن هي طين على رمل. يفضل بنسبة 3 لـ1، 3 رمل 1 طين. لا يفضل دلوقتي نحط كومبوست تماما، لان كومبوست ممكن يحفز على تعفن الساق نفسه من تحت. ناخد بالنا ان في نموات جديدة طالعة والزرعة مكملة ومش هممها ان هي اتقصت من النبات الام وشغالة 100 100. طيب دلوقتي فاضل بقى ان احنا نشوف العقل اللي بنعمل لها تجذير مائي في الكوباية بالمية. برضو
حضانة اهي، هل طلع جذور او حاجة؟ لا، بس بنغير المية بقى، يعني دي بنفتح عليها ونغير المية، لكن طلع نموات جديدة. طلع نموات جديدة هنا اهو، وطلع نموات جديدة هنا اهو، واهو طلع نموات جديدة. تعال نشوف واحدة تانية، دي لسه ما طلعش فيها نموات، لكن مفيش فيها ادنى مشكلة، ماسكة نفسها اهي وكل حاجة. المية عكرت فهنغيرها برضو، وبعد كده نرجعها تاني للحضانة. الحضانة بتبقى كده، ودول هرجعهم تاني الحضانة ونشوفهم كمان 3 4 ايام كمان اللي هيحصل.